كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لاستقلال بلاده. أعرب سمو ولي العهد فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بهذه المناسبة الوطنية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد برقية تهنئة مماثلة إلى السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية الشقيقة.